فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفي الزوج وامرأته في بداية حملها، معلوم أن عدتها بوضع الحمل، ولكن هل الإحداد يكون طول مدة الحمل أم لمدة 4 أشهر و10؟ مدة الحمل، طول مدة الحمل. الإحداد يتبع العدة، ما دامت معتدة فلها الإحداد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.